صباح الخير، ان شاء الله كامل تكونوا بخير، تكونوا لاباس، ان شاء الله تكونوا ارتحتوا وتكون نفسيتكم احسن. عم بالي في الاجواء يعني هذا اللي تمر بهم البلاد وفي الحاله اللي راهم فيها بزاف ناس، على بالي بلي ما راناش كاع سافا. مي انا حبيت اليوم نديكم دي ستوري نحيكم على خاطركم، على بالي راكم مخنوقين، راكم لهنا. انا لو بوت تاعي في لي ريزو كما قلت لكم هي نشر الايجابيه، ماشي نشر الحاجات النيجاتيف ولا جيت نزيد عليكم، وكونترير بدات انا لا سيل حنا نقص عليكم اليوم. وين حنا نديكم الدورو نحيكم على خاطركم، نحكي ونقصروا نحو على قلبنا. افون تو سا حبيت نعزي جميع انسان فقد انسان عزيز عليه، سواء في الحرائق، سواء تخنق، سواء بالكوفيد، سواء اي ما كان السبب. انا نقول له ان شاء الله ربي يعطيك الصبر، ربي يرزقك الصبر، وان شاء الله يجعله من اهل الجنه. فوالا الموت حق علينا كامل، يوما ما نموتوا. انا بابا مات، حبابي ماتوا، ميزامي ماتوا، ان كولاغا غير ما ماتت، الناس كاع راهي تموت، ويجي نهار وانا نموت وانتي تموتي وكاع الناس تموت. فوالا دونك نقول مالهم ان شاء الله ربي يعطيكم الصبر اي بون كوراج. ابارسا انا كما قلت لكم لا ديرنيغ فوا كنت مريضه كراف وكان لازمني نسافر، مي عندي سمانه ملي خرجت من البلاد مانيش في الجزائر، باسكو كانت كنت بين الحياه والموت، جيتي اوبليجي وين لازمني نديبلاصي ونجري على عمري مادامني صغيره. قلت بالك العمر مازال طويل شويه، ولا قلت لازمني نخرج من الجزائر ونروح نشوف في ارض ربي الواسعه. جيت لهاد البلاد ما خرجت، ما حوست، ما درت، ما شفت والو، جيتي فريمون ديباسي، ما كنتش مليحه، نفسيتي كانت تعبانه وكنت عيانه، الفيرتيج، ما كنتش نقدر نبوجي بزاف. يعني اليوم وين راني قدرت شويه نوض نلبس ونخرج وكاع، وين راني بيان الحمد لله يا رب. فوالا.